لا أميمة غادي ناخدوها بسرعة لأن ما بقناش وقت طويل. لا أميمة ممتازة، أهلا وسهلا. بارك الله فيك اختي الدنيا، صباح مرحبا النور. بك، صباح النور أيضا، مرحبا. بارك الله فيك اختي الدنيا، هذه قدمت كيكه بالبرتقال كيكة بالبرتقال، إيه سهله. شنو نحتاج في هاد الكيكة؟ كناخدو 4 البيضات، 4 ديال البيضات، كاس سنيده، كاس سنيده، كاس الزيت، كاس ديال الزيت، كاس العصير البرتقال، كاس عصير برتقال، 3 الخمارات، 3 الخمارات، 1 فاني، فاني، برتقالة محكوكة بقشورها، برتقالة تكون محكوكة بقشورها، إيه، الدقيق حسب الخليط، والدقيق حسب الخليط، ما تكونش قاسحة بزاف، تكون خفيفة العجينة. وندخلوها للفران والنار تكون مهيلة ونقدموها في حارة. نعم، الله يعطيك الصحة يا لالة، تبارك الله بارك عليك. الله فيك إذا في غادي الدنيا. نوليو نعاودوا المقادير بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا ما سمعهم اللحظة. قلنا الكيكة البرتقال غنحتاجوا فيها 4 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير برتقال، 3 الخمارات، فاني، برتقالة محكوكة بقشورها، ياك، والدقيق حسب نعم الخليط. نعم، نعم، هادو هما المقادير، تبارك الله هذوما عليك. المقادير. بارك الله فيك في شكرا الدنيا، لك أميمة، وتحية لكل بارك الله متتبعينا بتازة وكل الناس اللي كيتصلوا بينا واللي كيستمعوا لينا من طبيعة الحال.